من المعلوم أن النوم راحة وسكون وطمأنينة، أما اليقظة أو النهار فهو عبارة عن حركة دؤوبة وعمل متواصل وجهد. هنا سنتحدث عن النوم أثناء الليل أو السهر أثناء الليل، وليس النوم أثناء النهار، لأن هناك اختلاف كبير بين الاثنين. فبالنسبة للنوم ومضاره، من المعلوم أن الجسم يتخلص من كامل سمومه في الليل عندما يقترب الليل وليس في النهار. فعلى سبيل المثال الجهاز الليمفاوي يتخلص من سمومه الزائدة تبدأ بين الساعة 9 ليلا أو 9 مساء حتى 11 ليلا، والجهاز الكبدي يتخلص من سمومه بين الساعة 11 ليلا والساعة 1 صباحا، والجهاز الرئوي يتخلص من سمومه بين الساعة 3 صباحا والساعة 5 صباحا. لذلك ترين الذين يعانون من أزمة ربو أو مشاكل تنفسية يبدأون بالكحة والسعال والعطاس في هذا الوقت بالذات. وحذاري من المدخنين أن يدخنوا، لكن حذاري منهم أن يدخنوا حصرا بين هذا الوقت، بين الساعة 3 صباحا والساعة 5 صباحا، لأنها هذه فترة التخلص الجهاز الرئوي من السموم. كذلك القولون يتخلص من سمومه حوالي الساعة 5 صباحا. لذا أنصح كل من يعاني من القولون العصبي والإمساك المزمن أن يستيقظ صباحا للذهاب أكرمكم الله إلى الحمام وبالتالي للتبول. فعندما يطرح التبول فبالتالي تصبح المثانة غير ضاغطة على جهاز القولون، وبالتالي هذا الذي يعاني من أصلا من مشاكل في الإمساك المزمن أو القولون العصبي يبدأ بالتماثل للشفاء. فلكل هذا أقول يجب علينا جميعا أن نذهب إلى النوم مبكرا. هناك أسباب كثيرة من أضرار السهر على الصحة، منها على سبيل المثال تغير في الجهاز المناعي، وما تغير الجهاز المناعي وأصبح في حالة فوضى فهذا سيؤدي إلى أمراض عديدة، ومنها السرطانات وأمراض القلب وما شابه. هناك تغير في الجهاز الهرموني وغدد الصم، فعلى سبيل المثال هرمونات الكورتيزول تفرز في الصباح والنهار وهرمونات النمو، أما هرمونات الميلاتونين أو هرمونات ما يسمى هرمونات النوم تفرز ليلا، فإذا ما عكست هذه الحالة فبالتالي هذا سيؤدي إلى خلل في عمل الجسم وسيعطي عكس ما هو مطلوب ومراد منه. السهر يتسبب بأمراض عديدة كما أشرت، هرمونات الكورتيزول فور إكزامبل على سبيل المثال المسؤولة عن تنظيم السكر والجهاز المناعي، عندما يحصل خلل بها أو بدل أن تفرز ليلا أفرزت نهارا بسبب اليقظة وبسبب النوم، فهذا سيتسبب بأمراض السكر، وهذا سيتسبب بزيادة ضغط الدم، سيتسبب بأمراض قلبية وبالتالي بجلط. فما أقوله في هذا الصدد سيرا أن الكفاءة الجسدية والمهارة والقوة البدنية للإنسان تبدأ بالقوة حوالي الساعة 4 صباحا، ثم تتلاشى تدريجيا بين الساعة 12 ظهرا والساعة 3 بعد العصر، ثم تبدأ تدريجيا بالازدياد مرة ثانية حتى الساعة 9 مساء، ثم تبدأ بالتلاشي بين الساعة 9 مساء وتبدأ قلتها يعني تقل كثيرا حوالي الساعة 3 صباحا. لذلك حذاري من العمل في هذه الفترة بين الساعة 9 ليلا والساعة 3 صباحا. ما أقوله في هذا الصدد كذلك أنه أنصح الناس أن يذهبوا إلى النوم مبكرا. نعم أفهم ما تقولينه، لكن مبكرا في كتابي هي عبارة عن الساعة 10 والحادية 10 ليلا وليس بعد هذا، لأن إن لم يفعل سيتسبب بأمراض كثيرة منها السرطانات ومنها الموت للأسف.